مرحبا. السرد البصري للبيانات والإنتاج الصحفي المدفوع بالبيانات هن الخطوتين الأخيرتين اللي رح نحكي عنهم لندعم كل الخطوات اللي مرقنا فيها مسبقا في مجال صحافة البيانات، وهن أساس تحويل البيانات لمعلومات بطريقة مختصرة واضحة وبتفتح مجال للنقاش بالموضوع المطروح. أنا غنوة أبو فياض، متخصصة بمجال التواصل البصري والسمعي ومستشارة في مجال السرد القصصي. من خلال هذا الفيديو رح نتعرف على أهم 5 مراحل تتعلق بالسرد القصصي واستعراض البيانات. خلينا نشوف سوا. إنتاج رسوم بيانية تفاعلية بتسهل عملية إيصال الفكرة للجمهور، وهذه الرسوم ممكن تكون بأشكال وأوجه مختلفة بحسب طبيعة البيانات. ومن بعدها لنخلق قصة من هالبيانات، منعيد ترتيبها ومنخدها باتجاه محدد كرمال الطرق للموضوع من زاوية محددة بهدف خلق تساؤلات وإشكاليات بالموضوع المطروح. بس يصير التصور جاهز، منفكر بأي صيغة رح نعرض فيها القصة. هل رح بيكون فيديو وثائقي عم ينقل خبر واقعي حصل في مكان وزمان ما ونحن عم ننقله شخصياً وحصرياً من الموقع نفسه؟ أو يمكن رح نشتغل على قصة ضمن أنيميشن مستوحاة من الأرض الواقع وعم نفرجي من خلالها مقارنة جرت بين زمنين معينين، ويمكن عم نستعرض القصة من خلال صفحة تفاعلية. ومن بعد هالمرحلة ضروري جداً نفكر وين رح نعرض العمل النهائي، على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، أي فئة من العالم عم نتوجه لها، وشو هو الوقت المناسب لنلقط اهتمام هيدي الفئة، شو هو السيناريو وأي جزء هو الأبرز اللي عم نحكي فيه، شو هو السيناريو وأي جزء هو موجود عم نحكي عنه عشان يبين، شو هو السيناريو وأي جزء، شو هو الشعور اللي بدي وصله للجمهور، شو هي النبرة اللي بدي استعملها بالنص. والمرحلة الخامسة من مسؤوليتها لم شمل كل المذكور من قبل، معالجتهم بأكثر طريقة ملفتة وفيها دقة ومشوقة للجمهور. رح أعطيكم مثل. إذا أنا عندي فيديو بدي أستعرض فيه موضوع بيتضمن بلد أوروبي مثل هولندا وبلد عربي مثل لبنان، من الضروري أن أعمل بحث على أجواء البلد ككل. شو هن الألوان الأكثر انتشاراً حواليا؟ مثلاً أوروبا الشمالية معروفة الشتاء في سقعة، والألوان بيكونوا داكنة مثل الرمادي الداكن أو الأزرق الداكن. إذا عندي مشهد خارجي مثل ما أنا هلأ لازم أعرف مثلاً كيف حركة السير مثل ما عم نسمع أنه ما في ولا أي زمور حالياً، أو كيف شكل العالم أو كيف شكل المباني وإلى ما هنالك. وبالمقابل بس نتجه صوب لبنان، أجواء البلاد بتختلف طبيعة الأحوال، الألوان بتصير ميالة للصفار شوي، شكل المباني بالتأكيد عندها غير طابع، حركة السير حتماً عندها غير ديناميكية وإلى ما هنالك. غيت الحديث، كل ما مننقل الصورة الأكثر شفافية مقابل البيانات رح نكسب سؤال أكبر من المشاهد إننا عاملين البحث تبعنا كاملاً وشاملاً. وهيك بتكونوا تعرفتوا بالتفصيل على أهم 5 خطوات عملية في مجال صحافة البيانات من خلال برنامج كودهر أو لها مع DW Academy.